ديالو العالية. كما قلت لكم مجهزة بالأسانسير اللي ما كتلقاوهاش في سكن اقتصادي آخر. يعني كاين الناس اللي عايشة عندهم الوالدة ديالهم، ما كيقدروش يطلعوا الدروج، عندهم مرض معين. الله يحفظكم كاملين. دونك ما كت حتى شي سكن اقتصادي ما 25 مليون ما غتلقى فيه أسانسير. هادي دو ان. حاجة تانية، بالنسبة للبيوت ديالهم، كنهضر على لي صالون. أول ما كتدخل كتلقى لو صالون على حقو طريقو غزال، بالصبغة ديالو خيال، اللي هي بحال هادي كتبري. ما كيكونش في داك الصبغة اللي بحال الجير بيضاء، هذا عاد انت خاصك دير كلشي هنا مجهز بهاد التفاصيل اللي فيها واحد الدقة كبيرة وجودة عالية. كتلقى لاكليب ديالك في الصالون ديالك، كتلقى الشراجم بالألمنيوم وكيطلعوا بالضو. يعني داكشي كيما بلي ديتاي كيما غادي ننزلو لكم هو اللي كاين. وب25 مليون السكن الاقتصادي الاسم ديالو غالي، وكاين مدينة مراكش. وانا كل فيديو كنزل لكم الرقم التليفون باش تواصلوا مع الناس وتستفسروا اكثر. فوالا الوغ هنايا كاين جوج ديال البيوتا، هذا النعاس الاولاني مازال بزاف عالي. و الوغ تكلمنا على لي صالون كيما قلت لكم، اللي فيهم لاكليم، فيهم الصباغه خيال. قلت لكم انه كاين الشرجم اللي هو بالالومنيوم، وفيه يعني كتلع الريدو بالضو. زياده على ذلك كاين واحد الحمايه للاطفال ديالكم بالحديد ديالهم اللي دايرينه عالي، وفيه واحد المنظر زوين حتى من الزنقه. مدام يعني مكان راقي، حتى هو سكن اقتصادي ولكن مكان راقي، وكذلك لاسانسور زياده على هذا. الحاجه اللي كيتميز بها دارك، كتميز بها انه الحيط ما بنيش رقيق وجارك تسمعك. لا، وهذه من المميزات ديال اي بيت، انه مبنيين جوج حيوطه زائد العازل ديال الصوت باش ما كيسمعك الجار كشنو كتقول. وهذه كيعانيو منها بزاف ديال الناس في السكن الاقتصادي، ولكن مع السكن الاقتصادي غالي ما غطلعش هذا المشكل، لانه كل حاجه حاسبين ليها، كل خطوه حاسبين ليها الف حساب. فريمون كنقول لهم برافو، وانا من الناس اللي غنكون جارتكم الصراحه، غناخد تما. الوغ تكلمنا على لو صالون، تكلمت لكم على الميزه الزوينه اللي كاينه في هذا السكن الاقتصادي. دابا غادي نهضر لكم على بيت النعاس اللي تصورت فيه ونزلت لكم لا فوتو. حتى هو بالشراجم الومنيوم، كيطلعوا الريدو بالضو، كذلك صباغه خيال كما قلت لكم اللي كتلمع وغزاله بزاف، عجبني لا كولور ديالها. كاين الماريو اللي فيه طاجرات من هاد الجهة، وفي هاد الجهة الطاجرات الفوق ومن التحت فين تعلقوا الحوايج ديالكم. وكاين واحد الطبقة الفوق حنا عزعينا نحطوا الماناط ونحطوا لي زور فيها. دونك كتعرفوني انا ما كنتكلمش لكم على اي حاجة كيف ما كانت، وانما حتى كتكون لحقة وطريقة وحتى كنجربها انا. دونك حتى انا غادي ناخذ تما على فكرة، لان حمقني بزاف، لانه 25 مليون، ولكن ديور الصراحه ماشي ديال 25 مليون. شنو غادي نقول لكم عاوتاني، مهما نتكلم ما غاديش نوفي هاد الناس حقهم، حتى تمشيو نتوما برجليكم وتشوفوا كل شيء. فريمون توب، داكشي توب ديال التوب صراحه. الوغ شفتوا اول بيت، ودابا غادي ندوزو للحمام الاولاني ديال، كاين واحد ديال الضياف وكاين واحد ديال مالي الدار. هذا ديال مالي الدار. الوغ هذا هو الحمام كما كتشوفوا مع الدخله. الوغ تكلموا على الحمام. بالنسبه للحمام كما راكم شفتوه، بجلج ديالو نقي ما شاء الله، بالدوش ديالو، باللافابو ديالو. غادي نتكلم على واحد النقطه اللي هي اكثر اهميه اي حاجه، وهي بين قوسين المجاري او القوادس كما كنقولوهم في المغرب. مع غالي ما غتعانيوش من القوادس، لانهم ما شاء الله حافرين بزاف القوادس، وكذلك خاسرين الفلوس كما تنقولوا، صارفين على هذا المشروع مزيان باش ما يعانيش الناس اللي غيشريو، وما يعانيوش من هذه الظاهره اللي كاينه في السكن الاقتصادي، واللي تعاني منها المغرب كامل. دونك هنا مع غالي
فريمون علاش انا مشيت برجليا باش نشوف كلشي بعينيا، حيت الا صورت ليكم راه بحال كنصور راسي وغناخذ راسي، دونك خاصني نشوف كلشي بعينيا، كلشي على حقه. وكنتمنى انكم تمشيو دير برجليكم وتشوفوا كلشي على عينيكم، فريمون يعجبكم الحال. و فريمون ما غتعانيوش من ديك ريحه القوات، حقه تجمع ليا هادشي هنايا، خاصني نحيدو من عند الجيران، حفر ليا نحفر ليك، لا ما كاينش داكشي. دونك كتهناو ملي كتاخذوا سكن اقتصادي غالي. الوغ بالنسبه لا شامبر اللي نزلت لكم دابا قبل ما نتكلم دابا، هذه لا شامبر ديال كاين كوبل مزوجين وعندهم وليد ولا جوج وليدات، دونك هذا البيت يقدروا يديروه حتى هو لوليداتهم، يقدروا يفرشوه بالسديدرات الا ما عندهم حتى شي واحد، دونك على حسب هما شنو باغيين يديروا فيه. دونك هذا الغرفه الثانيه حتى هي بنفس المواصفات اللي هي الصباغه خيال، الشرجم اللي هو بالالومنيوم بالضوء، وكذلك كاين حمايه لوليدات ديالكم على برا، كاين الحديد ولكن حديد ماشي اي حديد، وكذلك داير المناظر زوين من برا. ف ان شاء الله دائما متالقين، السكن الاقتصادي غالي ان شاء الله. وفي هذا الاسبوع يعني من هنا لحد الجاي اللي غادي يجي ومعول انه يشري ويشوف ويدور عندهم ويبغي ياخذ من عندهم شقه، غادي تكون كوزينه الكوزينه اللي كتعجب اي امراه وكتبغيها تكون مستفه وعلى حقها وطريقها. الاخ عندي لكم مفاجاه، انه سكن اقتصادي غالي، الناس اللي غايجيو وتشوفوا انا متاكده كما حماقيت على لو بروجي حتى نتوما غادي يحمقكم تكونوا جيراني. يا ناري المفاجأة هي اللي غيجي من طرف دنيا باتما في هذا الأسبوع غادي ياخد كوزينة كاملة مكمولة مجهزة على حقها وطريقها، فابور مع الدار ديالو إن شاء الله. دونك ما تبخلوش على راسكم تمشي. ألوغ الكوزينة مجلجة ما شاء الله، وجلج في الحيط كامل حتى الفوق باش يعطي وسعية للكوزينة. الكوزينة ان شاء الله اللي غادي يجي من طرف دنيا باطمة غادي كاين واحد المفاجأة، انه غادي ياخد الكوزينة كاملة مجهزة فري فابور. الكوزينة فيها واحد البالكان، الناس عزيز عليهم البالكان، في كيديروا الحوايج ديالهم، ماشينة لافي غيره. دونك كنتمنى لكم تسارعوا، اللي غادي يجي قبل هو اللي غياخذ هذه الكوزينه، لانه فقط غيكون هذا الهديه غتكون في ظرف اسبوع. دونك كنتمنى انكم تكونوا متابعيني من اول الناس اللي يكونوا جيراني. السكن الاقتصادي كاين الناس اللي كيسكنوا فيه، كاين الناس اللي عندهم هوايه انه يشريو ويخليو في كل بلاصه دار، يا كيكريوها من بعد ما كتنتهي المده الصلاحيه اللي كيعطيوك مالي الدار اللي غادي تشري من عندهم، وهذا كيكون واحد الوقت انه ملي تفوت بامكانك تكريها دير فيها اللي بغيتي، بامكانك من بعد تقلب فيها البيع. وانا متاكده انه هاد الديور ملي غتقلبوا فيهم البيع راه ماشي ديال داك الثمن نهائي، ماشي 25 مليون. علاش انا عجبوني؟ لانه متولين بزاف بزاف ويستحقوا اكثر من هذاك المبلغ الصراحه. وسورتو الموقع ديالهم نقي، البنايه نقيه، اسانسور فيها بزاف ديال المميزات اللي تستغرب على شي 25 مليون، ولكن راه ملي مشيتو شفت البني ديالها كيف داير، غنزل لكم لي فوتو، غنزل لكم لي فيديو، غتشوفوا كلشي، عرفت بانه هاد الناس فريمون بحال عاطينك الديور فابور فريمون. 25 مليون ماشي ديال الديور. كاين الناس اللي عندهم هوايه كما سبقت لكم، انا منهم، لان كنمول المال ديالي كنموله في الديور في الاراضي، لانه هذا الشيء ما كيموتش نهائيا. يعني ملي كتشريها كتجي من بعد 4 سنين ولا 5 سنين تقلب فيها البيع، لانه الموقع ديالها زوين. يعني الموقع ديالهم ديال السكن الاقتصادي الغالي في مراكش حدا كلوب العلاوي، يعني حاجه لي توب، حداكم كارفور، حداكم اسيما، حداكم اللي بغيتو، يعني موقع غزال بزاف، حداكم المدارس،
يعني غير خطوه كاين المدارس. دونك كما قلت لكم الموقع ديالهم حدا كلوب العلوي، وغنزل لكم الرقم ديالهم. قدر اللي عنده دار وديجا ساكن يشريها ويخليها، يديرها مشروع الكرا، من بعد يقلب فيها البيع، تجيب له اكثر ما شاء الله، لانه غزاله بزاف. وعند واحد خاصكم تجيو، الا ما جيتوش مشيتو فيها. الوغ دابا غادي نوريكم الحمام ديال الضياف. كما سبق قلت لكم الكوزينه اللي غادي يجي في هذا الاسبوع من طرف الدنيا باطمه غياخذها فابور مجهزه كامله مكموله، ثلاجتها بفرانها بوشيليها. دابا غادي نوريكم الحمام ديال الدخله ديال غسيل اليدين. وهذا بغيت نقول نضيف لكم حاجه اخرى، انه كاينين بزاف ديال الانواع. كاين لي صالونها كبير وجوج بيوتا وفيها حمام، كاين فيها جوج حمام وصالون جوج بيوتا، كاين انواع واشكال. خاصكم تجيو باش تشوفوا بعينيكم هاد التيموان اللي صورت لكم، اللي هي جاهزه فيها صالون، فيها جوج بيوتا، كوزينه وجوج حمامات. زائد بغيت نقول لكم حاجه اخرى، ملي كنقولوا مثلا الدار فيها 65 متر، راه في سكن اقتصادي اخر ملي كتدخل كتلقى ناقص منها احكا البالكون، ناقص منها شويه ديال الحمام، احكا ناقص منها. لا، 65 متر كاري اللي هي في الدار الداخل، خلاوها السماسريه جفاف. دونك كتلقاو الدار كامله 65 متر. البالكون هذا كيكون مزود من عندهم هما، فهمتوا كيفاش؟ دونك ما كينقصوش لكم المتراج نهائيا، كيكون 65 متر كاري داخله في الدار كامله. الوغ نمشيو للصال دو بان ديال الخلاق ديالي في السويت ديالهم. انا البيبان عجبوني بزاف. الوغ هذا هو الصال دو بان ديال الخلاق. الوغ هادي هي الصال دو بان ديال الخلاق. حتى الفوق كاين السقف عالي والزليج كما كتشوفوا دابا كما غادي تلقاوه، ما شاء الله عجبني بزاف. الوغ هذا الحمام الثاني اللي هو ديال غسيل اليدين كما تنقولوا، خفيف ظريف باش ما يكونش مخلط مع الحمام ديالكم. دونك كما شفتوا الزليج حتى الفوق، نفس داكشي اللي كتشوفوا دابا في لي فوتو في الفيديو هو اللي غادي تلقاو. فوالا، بغيت نوريكم كل حاجه بدقه باش تعرفوا انه انا ما تنصورش لكم اي حاجه، وضروري انكم تمشيوا لانه قبل ما يسالي الاسبوع وتمشي لكم الكوزينه. الوغ انا شرحت لكم لي ديتاي ديال السكن الاقتصادي غالي مدينه مراكش، وغادي نخلي لكم ان شاء الله النيميرو ديالهم باش تفهموا معاهم الناس اللي معولين يشريو، وكذلك غادي نخلي لكم لي فيديو ديالهم وتشوفوا كاع داكشي سوغ يوتيوب. اوكي العيالات والرجال اللي متابعيني والبنات اللي كيبغيو يديروا مستقبلهم، كاينه البنت اللي باغا تشري للوالده ديالها دويره، كاين بزاف ديال الحوايج. دونك انا حطيت لكم لي ديتاي غالي بالمؤهلات اللي عندهم تبارك الله، ولانهم صارفين فعلا غالي لانه صرفوا على المشروع، لكن الثمن ديالو كيبقى بحالو بحال غيره 25 مليون. غنعاود لكم من الاول. الصالون كنصحكم لانه انا جربت هذا، وغادي نكون انا من الناس اللي غادي يشريو تما ان شاء الله، لانه عجبوني بزاف ديال الميزات. يعني السكن الاقتصادي الاسم ديالو الغالي، ولكن غالي بالجوده ديالو، فيه صباغه خيال، لاكليم، يعني الشراج جنب الالومنيوم كيطلعوا بالضو، في يعني مامنين على الوليدات ديالكم، المنظر ديالهم من برا الديور غزالين. الموقع ديالهم كاين حدا كلوب العلوي في مدينه مراكش، يعني حداكم كل شيء، اسيما كارفور، المدارس، ما تلقاوش مشكل. الشارع ديالكم مأمن وغزال، الحيوطه ديال الدار فيهم عازل الصوت باش جارك ما يسمعكش. الحمامات ما فيهمش مشكل ديال القوادس اللي كنلقاو في مجموعه ديال الديور ديال السكن الاقتصادي. شنو عاوتاني، الزلج ديالكم غتلقاوه كما هو، يعني حوايج اللي غزاله بزاف بزاف. ملي كيقولوا 65 متر كاري، 72 متر كاري، 50، 75، كتكون 65، كتكون 65 هي اللي كاينه في الدار، يعني كنعطيكم مثال.
كتكون كامله في الدار، يعني ما ناقصين منها حتى شي حاجه. هذه حتى هي من الحوايج اللي كنفتقدوها في بنايات اخرى في سكن اقتصادي اخر. البنايه فيها الامن، بنايه فيها لاسانسور اللي ما كاينش ما تلقاوش في سكن اقتصادي. دونك كنقول لهم تبارك الله عليكم سكن اقتصادي الغالي، وغادي نحط لكم نشر لكم لي فيديو ديالهم باش تشوفوا تفاصيل اكثر، واتصلوا بهم على العنوان ديالهم على الرقم ديالهم باش تشوفوا تفاصيل اكثر ومعلومات اكثر. نزيدكم واحد الحاجه اخرى تضحكوا عليها، انا فين ما كنمشي لهاد الشيء ديال الدور هذا كندي معايا الوالده. فمشات معايا الوالده وسولتهم على واحد لي ديتاي اللي منها اكتشفت انا انهم فعلا ناس بروفيسيونيل وناس ما داكشي اللي دايرون. وغزال انا الوالده والوالد ديما كيبنيو، يعني حنا كنبنيو ما كنشريوش داكشي طالع. دونك اول مره غادي نمشيو نشوفو في كنتبعو حتى الى غادي نشريو من عند مشروع معين كنتبعو مرحله بمرحله، يعني كنشوفو كلشي بعينينا. السكن الاقتصادي غالي مشات معايا وشفنا سولتهم على حاجه اللي هي القواد. اول حاجه سولت عليهم فوراونا التيوات اللي كيخدموا بهم اللي كيسميوهم بلومبيا، كيسميوهم الذهب الازرق. وهاد التيوات الزرقين اللي هما اعلى جوده كاينه في المغرب، اللي ما كيخليوش الفويت يكون في الدار في حياته كلها، وكيتحملوا الضغط لابعد الحدود. دونك هذه من الحوايج اللي بغيت نخبركم بها. كذلك سولتوا على الحيوطه واش كاين فيهم جوج حيوطه مبنيين عاده، باش كاين لياجور عاده، باش كاين داك الفرشي باش كيكون عازل الصوت. فعلا هادشي اللي كان لاسانسور كاين ما شاء الله، داكشي مجهز على حقه وطريقه. دونك كنتمنى لكم هاد الديور فريمون، لانه ثمنهم ماشي ديالهم، رخيص بزاف. والله يوفقكم اجمعين، وكنتمنى انكم تواصلوا مع السلق الاقتصادي الغالي وتاخذوا دويرتكم في هاد الاسبوعين ان شاء الله تدفعوا فيها باش تكون لا كويزين مجهزه وكامله ليكم فافور ان شاء الله. كنحماق عليكم، وشكرا لكل قائمين على هذا المشروع لانهم فريمون نتوما راكم الطوب.